لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أبنائي وبناتي طلبة طلبات الثانوية العامة. إن شاء الله النهاردة هناخد مراجعة لمنهج اللغة الفرنسية، ومحدثكم مسيو مصطفى خليل الشرقاوي، كبير معلمين ومدرب معتمد بالمركز الثقافي الفرنسي والأكاديمية المهنية للمعلم. وهنبدأ الجزء الثاني مع بعض إن شاء الله في قناة بني سويف التعليمية لمراجعة كاملة لوحدات وتركات امتحان الثانوية العامة إن شاء الله. ودلوقتي هنبدأ مع جزء مهم جدا في الوحدات الأربعة الموجودة عندنا، ودايما كتير منكم بينسى إن دي جمل أساسية في الامتحان، وهي قاعدة النفي. وإن قاعدة النفي لازم آخد بالي، مش كل النفي وضع الفعل بالنيو با، لا، النفي بوضع الفعل بالنيو با احنا بنسميه النفي العام، لكن في نفي تاني، النفي الخاص، وهو وجود كلمات معينة في السؤال بتستلزم نفيها بكلمات معينة في الإجابة بالنفي. أول حاجة عندنا كي بمعنى من، تلك شخص ما، أما لاقيها لازم أنفيها بكلمة بيرسون، لا أحد. طب لو لقيت، ودي للعاقل ناخد بالنا، طب لو لغير العاقل كو أو كوا أو كلك شوز، في الحالات دي وجود هذه الأشياء لازم أخد بالي إن أنا ما جنفيها بنفيها بكلمة ريا. كنت، متى، تجور، دائما، سوفون، غالبا، كلك فوا، بارفوا، أحيانا، كل ده بنفيه بكلمة جيمي، جامي. انكور بنفيه بكلمة بلس، ديجا بنفيه بكلمة بازانكور. وطبعا ان شاء الله هندخل على جزئية مهمة جدا في الاختيارات، انا عملت ريفيزيون سريع كده، لكن الشرح التفصيلي ان شاء الله هتلاقيه مع مراجعة الوحدة التالتة. نموذج اول، تيفي نوات سبور، مع ادوات الاستفهام والنفي الاثنين مع بعض. تيفي كل، اي كل فيهم، كتير مننا بيفتكر ان كلمة سبور رياضة مؤنثة، لا دي مذكرة، يبقى كل بقل واحدة. تيفي نوات كوم سبور، نفس الجملة بس انا زودت كلمة كوم، ودي بتيجي في الامتحانات كتير، سواء الجملة الاولى او الثانية، ودايما الولاد بيغلطوا فيها. تيفي كوا، الله، طب ليه الاولى استخدمت كل والثانية استخدمت كوا؟ لان الاولى بسأل عن الرياضة والكلمة اتت بعد كلمة كل مباشرة. طب والتانية جبت اداة ربط بين الاتنين، بتعمل ايه كرياضة؟ لكن الاولى انت بتمارس اي رياضة او اي كل، لكن ايه بمعنى كوا. طيب اكيب، فريق، مؤنث او مذكر يا مسيو؟ كل مؤنث طبعا، يبقى كل اكيب ام تي. طيب تي فا او كليب، انت بتروح النادي. الاجابة اللي مطلوب ايجاد سؤال عليها نفر، الساعة 9، يبقى هسأل بمتى؟ متى يعني ايه؟ كوند أو البديل لها أكيلر، أكيلر يعني في أي ساعة، ممكن أستبدلها كمان بكلمة كوند. أكتيفيتي جمع مؤنث، يبقى كل بدبل ال أو إس. أفير جمع مؤنث، يبقى كل بدبل ال أو إس. طب أوبجي جمع مذكر، كل أوبجي إليا دان تا تروس. طب اي كل فيهم جمع مذكر، لان اوبجي جمع مذكر، يبقى عندي اكتيفيتي جمع مؤنث يبقى كل بدبل ال، افير جمع مؤنث يبقى كل بدبل ال، اوبجي جمع مذكر يبقى كل بال واحده اس. طيب نمرو 8، اري، يعني محطه. طب المحطه دي مذكر ومؤنث، احنا قلنا اغلب الكلمات المنتهيه بحرف ساكن مذكره، يبقى كلب واحده. كيل اري تي فا ديسندر، غار، غار مؤنثه. كيل غار، يبقى كلب ال ال او، واخد بالي ان غار مفرد مؤنث. ستاسيون اخرها اي او ان مؤنث، يبقى كيل ستاسيون، ا كيل ستاسيون. Tu penses de cette chemise؟ ما رأيك في هذا القميص؟ كتير منكم هيلخبط بين كومون وكو، بس هي الإجابة الصحيحة كو. Tu penses، كو، tu penses de cette chemise، ما رأيك في هذا القميص؟ طيب
أما أجي للجزء الخاص بالنفي وناخد بالنا من الحتة دي لأنها مهمة جدا. إنه في هما ما عملوش شخص شيء لم يعد. طبعا الإجابة الصحيحة إنه غيام في لم يفعلوا أي شيء. طيب moi je n'ai de fièvre لم يعد عندي حمى، لم شيء عندي حمى، لم شخص عندي حمى. طبعا الإجابة لم يعد عندي fièvre يعني حمى أو سخونة. moi je n'ai plus de fièvre. واخد بالي برضو مع النفي بختار دي او زي ما اتفقنا، ما عدا مع فعل ايه وايه، فعل جوي وفعل او افعال الشعور اللي هي ايمي وبريفيري وديتستي الى اخره. الجمله الثالثه جينيفي وسينما، انا مش بروح لاحد لا شيء ابدا. طبعا الاجابه جامي، جينيفي جامي او سينما. نمرو 4 جي نريفوز، انا لا ارفض دعوتك. برافو، جامي ابدا. جينيكوت، انا مش سامع شخص يتحدث، لم اعد يتحدث ابدا يتحدث. طبعا الاجابه الصحيحه je n'écoute personne parler. mon frère va au lycée. va اخويا مازال يذهب. mon frère va encore. طب ليه مسيو ما اخترتش بلو؟ لان جمله مثبته مش منفيه. نرجع للجدول اللي قلناه في الاول، في كلمات اما الاقي الفعل قبل نو لازم احطها، ولو لقيت الفعل مثبت بحط كلمات العمود الثاني الاثبات. mon frère va encore ما زال يذهب au lycée. طيب vous allez souvent au club، هل انت غالبا بتروح النادي؟ نو. تختار ايه؟ لا شيء ابدا لا احد. ده انت بتقول لك غالبا بتروح النادي، souvent. برافو، نافيا jamais. très bien. je n'ai d'argent، لم يعد معي نقود. ريان لا شيء، بلو يعود، بيرسون انا جاوبتها، يبقى جيني بلو دارجون. برافو. انو اتوديي لا ديرنيير ليسون، هما لسه ما درسوش اخر درس، يبقى انو باز انكور اتوديي لا ديرنيير ليسون. جيني في نو ات دو سبور، لم أعد أمارس رياضة. je ne fais plus de sport. طيب ني فيني على فيت، يا ترى ما حدش جه الحفلة؟ شخص ما جاش الحفلة؟ لا أحد أتى الحفلة، ما زال أتى الحفلة. طبعا بالمعنى الحرفي طالما الجملة منفية لازم أقول إيه؟ بيرسون ني فيني على فيت. يبقى لازم اعرف كويس جدا ترجمة الكلمات وانا بشوف الجملة عشان اقدر اختار الاجابة المناسبة، وما ادخلش في نقطة وضع انا فاهم ولا مش فاهم، هل الجملة دي صحيحة ولا لا. طيب هناخد جمل اخرى ورد في امتحانات الثانوية العامة. ماسور نوروغارد لا تلفزيون، اختي لا تشاهد لا شيء التلفزيون ابدا التلفزيون لا أحد التلفزيون. طبعا الإجابة أختي لا تشاهد شيء في التلفزيون أبدا التلفزيون لا أحد التلفزيون. طبعا أختي لا تشاهد جامي. برافو، أبدا. أنا بديكوا فرصة عشان تفكروا. نفس الجملة بس ضفت حرف واحد، ماسور نيرو جارد نقط على تلفزيون، أختي لا تشاهد في التلفزيون، يبقى لا تشاهد شيء ابدا ما زال. طبعا الاجابه اختي لا تشاهد شيء في التلفزيون. عاوزكم تلاحظوا الجمله الاولى كويس جدا والجمله الثانيه كويس جدا، لان اختلاف حرف الجر بينهما غير الاختيار اللي انا اخترته. الاولى اختي لا تشاهد ابدا التلفزيون جامي، الثانيه اختي لا تشاهد شيء في التلفزيون. الجمله الثالثه بيرسون ني
لا أحد يكون absent مفرد مذكر، absent مفرد مؤنث، absent جمع مذكر. personne n'est absent. برافو. si tu as chaud، لو أنت حران، إيه الشباك؟ زمن الأمر. ما تي أوفر ولا أوفر آخرها أو إس ولا أوفغي آخرها أو زد؟ طبعا ما تي لازم الفعل يكون آخره أو طالما إنه فعل مجموعة أولى، يبقى أوفغ لا فنتر. طب يا مسيو إمتى أختار أوفري؟ لو سي فو زافي شو، لو حضرتك أو أنتم حرانين كنت هختار الأخير. طالما تي بدور على الفعل اللي آخره أو طالما إن الفعل ده مجموعة أولى. طيب نموذج تاني، غيرت سي vous avez mal au pied، لو انت عندك الم في رجلك. des chaussures change اخرها او ولا change اخرها او اس ولا change اخرها او زد؟ طبعا الاجابه change او زد. طبعا احنا بنتناول اهم القواعد لان دي مراجعه عامه على تركات الامتحانات السابقه. طب رقم 6، سي vous avez، لو انت ايه متي امبول، ارتدي بلوفر، لو انت في الوابر ده فا جعان شو حران، هتختار ايه؟ البرتدي بلوفر طبعا، سي فوزافي فروا لو انت بردان. برافو. 7، سي ابور، اس ده تصريف فيرب افوار مع الضمير ايه؟ مع تي. برافو عليكم. سي تي ابور، لو انت خائف نيرو جارد باسو فيلم، ما تشوفش الفيلم ده. سي تي ا فا على بيسي، لو انت ايه روح حمام السباحه. فا جعان، سواف عطشان، شو حران، طبعا الإجابة الصحيحة شو. اي دوا جي دو مال اخير، زي ما قول اي او اي اللي احنا بنقولها دي. صباعي عندي ألم ولا صعوبة في الكتابة، يبقى مون دوا. طب ليه قلت مون؟ لان دوا مذكر. طيب جي مال نقط زيو، زيو دي احنا قلنا علامات الجمع يا اما اس يا اكس، عشان تعرف بس كده وانت بتراجع معايا بسرعه تركات وقواعد سريعه. عايز اعرف الاسم مفرد او جمع، لو لقيت اس او اكس بعرف ان غالبا بيكون جمع. ما انساش ان في بعض الكلمات اخرها اس وجمع زي كلمه بيي بلد. يبقى جي مال ها اوزيو، عندي الم فين؟ ها في عينيا. برافو عليك. طيب لو الساق مون فرير امال جنب، جنب يبقى ايه؟ على جنب. ودي لازم اخد بالي من اعضاء جسم الانسان اذا كانت مذكره او مؤنثه عشان ارجع لاصل الاداه اللي هستخدمها، او ولا الا ولا بيبقى جمع زي العينين زي الودنين زي الرجلين زي الايدين، غالبا كلهم بجيب معاهم او. طيب لما اجي اسال سؤال صغير، او اي بتستخدم مع ايه؟ قال لي مع كل اسم مفرد مذكر مبدوء بساكن. او كليب، او تياتر، او سينما، استاد، او برا في الزراعه. طيب الا مع اي اسم مفرد مؤنث مبدوء بساكن. الا تيت في الدماغ، الا جامب في الساق، على ميزون في المنزل. طيب لو الاسم مفرد مذكر او مؤنث بس مبدوء بفويل متحرك طبعا هتبقى الا ابوستروف. برافو. الوري في الاذن. ا اي اكس مع الاسماء الجامعة، انا براجعه بسرعه لان دي مراجعه عامه ليله الامتحان. ا اي اكس اي اسم جامع، اوزيو اوجو فيديو اتسترا. طيب مون فرير امال ا جامب، الساق، الساق مؤنثة يبقى على جنب. على بواترين، بواترين اللي هو الصدر. على ما في اليد، على جنب زي على ما. طالما الاسم مفرد مذكر ناخد بالنا لان ممكن جنب يوقعني في مشكلة بسيطة اروح هتطلعها اس، ساعتها مش هقدر اختار ارا اختار او. يبقى اخد بالي من نهاية الاسم مفرد ابدا افكر في او الا الا ابوستروف جامع يبقى ا يو اكس وانا مغمض. تمام. يبقى دلوقتي احنا راجعنا النفي وراجعنا حروف الجر،
وراجعنا ادوات الاستفهام، فاضل لنا زمن مهم جدا عكس الفطير برش، وهنبدا نختار مع زمن المضارع. وخدوا بالكم عشان في كام تركه كده في الجمل دي اللي هي هننهي بيها ان شاء الله، هي الجزئيه اللي جايه. اليا سانك بنيت، اليا اما بتلاقيها يبقى اغلب الزمن ماضي، منذ خمس دقائق، منذ ساعه. يا اما هجيب ماضي مركب، يا اما هجيب الزمن الثاني اللي انا هقوله دلوقتي اسمه الباسيريسون. الباسيريسون اللي هو بتكوينه فيرب فينير زائد دو زائد المصدر، يبقى منذ خمس دقائق جو فيان دو فير، انا لسه عامل السرير بتاعها. يبقى الباسيريسون تكوينه ايه؟ تصريف فيرب فينير في المضارع زائد دو زائد المصدر بتاع الفعل اللي انا عاوز اقوله. طب لو عكست دان سانك منيت في خلال خمس دقائق، يبقى الاولانيه منذ خمس دقائق، طب والتانيه في خلال خمس دقائق، يا ترى الزمن هيتغير؟ الزمن هيبقى العكس، بدل بسيريسو هيبقى فيتير بروش. ايه هو الفيتير بروش؟ نبذه سريعه، تصريف فيرب اللي في المضارع زائد المصدر. طب البسيريسو فينير زائد دو زائد المصدر، ده انا لسه عامل الحاجة. الفطير بوش انا هعمل الحاجة بعد فترة قريبة. علامة الماضي اليا، علامة المستقبل دا زائد فترة زمنية. جو في، برافو، جو في فير مورني. طيب ما مير باسي لاسبيراتور، ماما لسه مشغلة المكنسة، يا ترى فيان ولا فا ولا فياندو؟ طبعا الاجابة فياندو باسي لاسبيراتور. تبدو ما بي غدا، علامة ايه؟ غدا يبقى بكرة، يبقى مستقبل، يبقى دوما إلا، برافو، فيرب فيرب اللي زائد المصدر، يبقى إل فو ديكوري لا شامبر، هيزينوا الغرفة، يبقى إل فو. الجملة الخامسة جي داريفي أليكول، أنا لسه واصل مدرسة. طالما لقيت دو قبل المصدر تدور على فيرب فينير، خليك ناصح، جو فيرب فينير مع جو فيان آخره اس، جو فيان داريفي أليكول أو دو ليكول. سميرة فيان دو، طالما في دو حرف جر لازم يبقى مصدر، سميرة فيان دو فيغ لا فيسيل. سبعة أون فا ها نأكل، مستقبل، يبقى فعل مصرف الثاني في المصدر. طب امتى مسيو بستخدم المصدر في حالتين اتنين؟ بعد فعل مصرف وبعد جميع حروف الجر. حروف الجر كلها تعتبر حائط يمنع تصريف الفعل بعدها. الفعل المصرف محدش بيقوم بفعلين في وقت واحد. يا اما بصرف الفعل الاولاني واجيب الثاني في المصدر، يا اما اجيب فعل جديد للفعل الثاني عشان اقدر اصرفه. طب لو عندي الفعلين ورا بعض يبقى بصرف الاولاني ثم الثاني يبقى كما هو. يبقى رقم سبعة اون فا مانجي، هناكل ان بون كرواسون. طيب الجملة الثانية دانز ان انستان، في خلال لحظة، ايل لا تابل، في لحظة، دا احنا قلنا دا زي الجملة الثانية يبقى مستقبل، الفا متر هيرتب الترابيزة، برافو. اليا ان انستان منذ، يا ميسيو ده دي زي الجملة الأولى يبقى ماضي، بسيريسون ماضي حديث. اليا ان انستان ال دول على فيرب ايه؟ ماضي الحديث، ما ننساش، برافو، فيرب فينير زائد دو زائد المصدر، اول اختيار يهو. يبقى اليا ان انستان ال فيان دو متر لا طابل، هو لسه موضب الترابيزه. بص الجمله 8 وبص الجمله 9 عشان تعرف الفرق. جمله 8 في خلال يعني هيعمل الحاجه، الجملة 9 لسه من لحظة مرتب الترابيزة. يبقى الإجابة رقم 9 اليا انستان ال فيان دو متر لا تابل. الجملة 10 سوسوار نو، هذا المساء، نو ايه؟ وجاي فير لبوتيك، يبقى هذا المساء نو ايه؟ نوزا لون فير. ليه يا مسيو ما اخترتش فينير دو؟ بقول لك النهارده بالليل يعني مستقبل، مش قلت لك امبارح بالليل؟ لا ده النهارده بالليل، يبقى لسه جاي، يبقى سوسوار نوز الون فير لي بوتيك. فير لي بوتيك، وخدوا بالكم عشان دي مهمه جدا، فير لي بوتيك بمعنى يقوم بمشتريات، زي فير ليزاشا وفير ديزاشا، ودي هنشوفها مع الوحده الثانيه ان شاء الله، ان فير ليزاشا يعمل اي مشتريات خاصه بالاكل، الاكل بس، مواد غذائيه بس، لكن فير ديزاشا يعني بيشتري
اي انواع شراء لبس اكل ادوات كهربائيه زي ما هو عايز. يبقى فير ليزاشا يشتري اكل بس، فير ديزاشا يشتري اي حاجه تانية منها الاكل. جيفي دوشي انا هاخد دوش، ومين اللي هياخد دوش؟ مش انا، يبقى جو بيجي معاها مو زي جو مابيل وتي تابيل. يا ميسيو ده طب الفعل ده في المصدر، الضمير اللي قبل الفعل بيتحول على حسب الفعل حتى لو خليت الفعل في المصدر زي ما هو. يبقى جيفي مي دوشي. الجزئيه الاخيره علي اه، بسرعه بقى على كل اللي فات. علي اه ماضي مركب، اه اكري، برافو. الوحده الثالثه هنشوف الماضي المركب تركيبته ايه وجزء الكماله التبعيه مع الوحده الرابعه. يبقى علي اه اكري، وطبعا فيرب اكرير ياخد المساعد ابواب. منى اه في اللي في النص، برافو. سامي ايه؟ سامي مذكر، يبقى بارتي مجموعه ثانيه. هند ايه؟ بنت، يبقى سورتي معاها تبعيه خرجت. اميره ايه؟ مي، اتولدت. نو ها برافو، نوزافو جوي، احنا لعبنا لان فيرب جوي مش من 14 فعل ولا الافعال ذات الضميرين، ممتازين. ايه ريبوندي؟ جاوب. ريبوندر مش ال 14 فعل، يبقى ايه؟ اه اونت الاخيره، برافو. الجمله الثامنه ايه؟ فينير سو ديفوار. هنا حطيت لك جمله كده زي ما بيقولوا بيش فخ. هو فينير اسم مفعول ولا فعل في المصدر؟ لا يا مسيو ده في المصدر، يبقى لازم اختار يا اما فينير دو بصيريسو يا اما الليه زائد المصدر. يبقى ايه؟ فو فينير، ودي تاخدوا بالكم عشان دي جمله فخ، جمله بتقع فيها كتير. اروح جايب لك جملتين ماضي مركب ورا بعض، والثالثه اروح جايب لك زمن تاني، وانت دماغك مبرمجه على الماضي المركب تروح حاطط على طول مساعد ابو ورقه. لا تاخد بالك هو اسم مفعول ولا فعل في المصدر. طيب زون ريفليشي، هم فكروا، نقط جاوبوا. يبقى قبل ما يجاوبوا زون ريفليشي افون دو ريبوندو. طب ليه ما اخترتش افون بس؟ افون بيجي وراها اسم، بوي بيجي وراها جمله. طب اعمل ايه؟ اختار الحاجه اللي بيجي وراها مصدر، لازم يكون حرف جر، يبقى افون دو ريبوندر. سميره موسى ايه؟ سميره موسى عالمه كبيره، أنثى، يبقى لازم أقول اتولدت، يبقى ني بالتبعية اللي في النص، برافو. إير سارة بنت، تومبي وقعت، فيرب تومبي من 14 فعل بقى إيه؟ إي إس تي تومبي. الجزء الأخير ودي هنختم بيها الجزئية الخاصة بالضمائر الشخصية، عشان كده لمينا كل متعلقات المنهج. لا روب تجيب لي الفستان عاجبك، وإل أيوه عاجبني. المو بلي عاجبني انا، التيرم تتحول الى مو والعكس. النوزا تو منتظرنا، نو تتحول الى ايه؟ الى فو والعكس. والفوزا تو سو براسلي جي، البراسلي دي مفرد مذكر، يبقى ايه البديل بتاعها؟ اداه معرفه لو، برافو، وتستخدم ضمير شخص. جولومي ابورت مولا شوميز، هات لي القميص، انا هرتدي القميص مؤنث، يبقى لا. سانو فير روب الفستان الجديد بتاعها، ال اشتريته فستان مؤنث، يبقى لا. طبعا هنا اختار ال ابوستروف ليا مسيو عشان اشيت مبدوع متحرك. سي باسكت جامع، ال جامع يبقى ال اس. مون اتاجير، اتاجير ده مؤنث، طب جايب قبلها مون عشان مبدوع بفويل، اتاجير مؤنث. جي لا رانج. شارلوت بنت، ال ها لانس لو بالون، بترمي لها الوي لانس لو بالون، بتباصي لها. ميزامي اصحابي، انا ببين لهم صوري، بوري لهم صوري. جي لور من غير اس، مونتر مي فوتو. لا مونتان الجبل، جي الجبل مكان، بروح هناك. ودايما لو لقيت فيرب اللي او فينير غالبا بيبقى معاهم الضمير اجريك. فيرب بروندر ياخذ، او منجي ياكل، او بوار يشرب، او اشتي غالبا بيبقى معاه الضمير اون. يبقى فيرب اللي او فينير او بارتير غالبا بيبقى معاه الضمير اجريك. لا ناتاسيون السباحه، جي انا بمارسها من وقت لاخر، السباحه مؤنث، يبقى جي لا في دو تونز اون تون. كده يبقى خلصنا الجزء الخاص بمراجعه ليله الامتحان، وتناولنا فيها كل
التركات الامتحان سواء النفي اداه الاستفهام المؤنث المذكر الجمع الماضي المركب الضمائر الشخصيه التعبيرات الخاصه باجزاء جسم الانسان يشعر بالبرد يشعر بالجوع بالعطش الى اخره اتمنى لكم ان شاء الله التفوق الدائم